بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا وهرين جمع عيادتك سوق بن قابيبة وأمهد نغيا شغالنا أدوان وأمهد نغيا أن أنت كذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك ورنيه أنس وحلي قلما وحير إنه النبي محمد ناخذ بدايه بيوري إلى يوح شيغي ونبي عليه الصلاة والسلام ناشاغ خطبتك استوى أخريه لبدا ويرد بورنشري لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حط قياس النبي محمد عليه الصلاة والسلام خطبتك استوى أخرنا يا أنت بدا أن كتجن لبدا أري قفقا أن إيمان لجهلني إنانو قفقان أمانة لجهلن إن إيمانك سوى غش وغش هي قفقان بلن يا عهد لجهلن دينتي سوين أينا أي ليدته ووح شيغية قيمها أي دين تاكتا ذاكولاتي مؤمنك يا منافقة يا كافر كبا مثلا مسألة العهد إلى يسدح دبا وكسفي مؤمنين تمركي اللي سفينا يمحاليدي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هل وسفينا ينكوا أمانة دودة يا عهد قودة بإلالية عهد قودة إلالية مشركين تهما قال دي مركي إلهي شيقي وحولي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون قلقا وحا كورس عدا وحا الشر بذنبا إلهي دي ألا أكتي كوا قالوا بيانا للرمين حاصف الله قدك دغني أخلاق محاوة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة كوا أطبالاً كاللقى شيء عهدك إي مركز تبورين يبا إلهي سبحانه وتعالى منافقين تمركوا إلهي كهد لينا وحوت المامي ومنهم من عاهد الله لينا أتانا من فضله منافقين وحكم دبا ليلي كوا إلهي سبحانه وتعالى بلا لقلوا لإلهي هدو حسيه لنصدقن ولنكونن من الصالحين أحبانوا بحسن وضدك الصالحين تابانوا كم من نغن فلما آتاهم من فضله بخلوا به بكي إلهي وحسيينا بخلق أو نغاغي أخيرا كوا إلهي وحكسي فيه فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه إلهي قلبي قد النفاق بوردي سببتنا وحويا بما أخلف الله ما وعدوه ريضنا في عربي العقد والعهد والميثاق والوعد وإسكو معنى دوي تفرق هذا علماء السميان حتى كوا اللغويين تي وحبضا ماها بحساو سيوين ماها لكن دو دوبهان وحيون لأنه وحي بلن لا يلاهضه أما هشيس أما كونتراك وقفك مسلم كي قلوين وأوفية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بإلهي كوا إيمانك لغيها ليو فلية أو استيرة وهي عقد قشان وهي عقد قشان لما يشتري بها إلهي إليه سبحانه وتعالى يفليه وحين بضن قرآن كقصور نقطة وإلهي تلمامي فلنت عهود إن العهد كان مسؤولا وهي بلنا أدقشي أما عهد أدقشينا وهل سوي ديني دول بها إلهي شيئين ملعونيهين بل لن كيبوريين درادد فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم هذين نسرنا هنا قرآن وقرآن أخرية
آياتك أما ميثاق صا أروري أما عهدك صا أروري أما وعدك صا أروري أما عقدك صا أروري إلهي كتابك سكويا له كوا مانتا يكوا عدل قم ما يلا تلمام يا أبا عاوا مرة ما ينكرنه لكن وحن مرة بعون نصد ضوبة وتلمامه وحي وقفك مسلم كي كونتراك قاله هشيس هو الرأي هشيس كاد إله إلا قشي لا إله إلا الله محمد رسول الله وهشيس هاد إله إلا قشي هكو حيقان هشيس يدا كلا إيقاد خلقي قيس إلا قشي قال إيا مسلم عدو دونها النغض قفك مسلم كي وينو هشيس كفرية هن نقضوا كاد جبرد كوجور ستي هن نقضوا كاد بس ناس كخوج الشيء هن نقضوا كاد ولي الأمر قال لك الشيء عهدية بعضا ميت كدون يبا هن نقضوا واحد عهود الشيء أردن ما لا دتك تصالة هي هاد وحقو فهم يجي أنا الله بب مدر تصالة مسح تصالة المامو مصوص تبضم بكتبو نبي عليه الصلاة والسلام يا قريش سلح حديبية هشيس بودا قاله هشيس كي الله وضه وأم ولي القرن أي واحد سوت أجا نين مسلمة أو جندل نين مسلمة ودلا يوضي كان النبي جه هشيس كل جل يا عليه الصلاة والسلام أم مكة لقو تورشر جريجي أصاب حصل السلسلة دي هيكو حديني يا صدى نين مسلمة وقال كصاعر راي السلسلة دي سر السلسلة دي وطا وتورشر كي كم مغضه ayay soo taagay ninkii gaalka ha wuxuu yiri waxaan heshiiska ugu gala ka baa ugu horeeyay heshiiska waxa ka mid ah qodobadiisa wixii muslimi soo baxsaday quraysh ka tagay muslimiinta oo tagay in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xaq uu soo cararay in la soo celin wuxuu heshiiska wuxuu ugu horeeyay ku gala gala waa kan war walile ma qorin may heshiis be gali ma yaadan ka la celinin waa inankii si karina نبغو إلا أحد وقارسيي كان يقال له إضاف وديد نبغو عليه الصلاة والسلام سحابك وحقوله اسبر واحتصب راع الضوان المسلم وهي وحلا إلى رنية عهدك مسلمين تقال له اسبر واحتصب عليه صبر واسكتك قام مسألة ذا حديث كدار وخصار ريب وخارك يا له عمر إيوه أبي بكر إيوه هذا الذي صحابة كصاب حصدي سلق الصدر وحكو صاب صن والله بعد أن تلمامه أختي كوا بنه أبو جندل صحابي اللي ورن شري أدين الشاقني صحابي كلا صاب حصدي وأبي بصير لي هذا حكيمي قال هذه دوتنا مدينو يمي مدينة إسوع أسكفر ديو شوغا أي قال هذا اللبن إنك صاد بدره، بعد أن إنك صاب حصدي، وين لسوع علي؟ قبل إنك إنه نوحها محي، هنا دعي لسوع حق حقيقة خي ما ضه، هو بس يروح شو قبل نبي قوي يروح حد كاله، راعني ماك، نبي محمد مديدي كره، عليه الصلاة والسلام، لبعض إني مصرع، قال هذا بقول قوي علينا يواجه شيء كاس عدي جي، لحد مركو مرايو سجل النبي كيم عليه الصلاة والسلام إني ما كنا وديم لحد مركو مرايا إني ما كنا لسكش الشيخ استياد بتنا سيفت هذا قروح بدنا هي وحبو يلو بل يتص أو مدبو سيفت كقاضو مدبو ماذا حكى جوي كي كلا نو عرر سوى كي كلا إيري يو هدنا مدينا كسانو هلا يدي أبو بصير سوى كلا هدنا والله بدينا نأتكو درتي من ندمي من نو إيري يا يو أكن وعلي الله الرسول كيسيه وادوك بلن كيف فلسه إلى عاد جاكو حاينا دعليسه هو يعليسه إني من كان ده أنا أسكسه فرس ما يوكيه نبغو عليه الصلاة والسلام وعلي كان يود قال أوجي الله يا وح قرقار سيه يعني وين وين بس عارو حرب ود قال أوجي أبو نبغو يري وح قرته هدي هذنا الله صان نقضينه نبغو علين دونه مركز سويس كبح ميلان دولة الإسلام كو قاعدين
oo xeeba buu iska degay nabi maxamed xukumin markaa dagaaladu odhan mise soo celiyo markaa wuu iskaga tegey meel kale uu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isaguo keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiine ma yimaadaane halkaasay tagaan dhowr boqoloo inuu abujandalkii ka mid yahay baa ugu tegey akhiiran gaalada timo waxay dhaahdeen bandigaa waanu ogolay in laga masaxaa heshiiskiiy nimankaa unaga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabaddaa waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasu aqbali waa maslaxad iyo waa kan iyo waxaas meesha kama socdaan heshiiskaad gasha waad gasha qiso saddexaad aan idin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen laakiin safarkiina waa baxsaday quraysho kun nin oo fardahoodiiyo awrtoodaba wadataana dagaalkiibay yimaadeen waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badnaa rag inuu helo waa kii ilaahay beryayay lahaa ilaahayow intan haddii la halaago maanta dunida dib lagugu caabudi maayo weedhihii nebi maxamed lahaabay ka mid yacni waa meel uu saddex boqoloo nin iyo kusuur wato qolada kalena kun ayiin ku saddex laabmaan waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaa ee lagu dagaal gelayay aanay wadanin nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodiiba ay wataan idan waa mowqif xarij ah mowqif aada u adag laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka war haynin ayaa meeshii ku soo beegmay waa xudayfa ibn alyamaan iyo aabihii xudayfi iyo aabihii bedarkamay qayb gelin sababta uga qayb geli waayeenna waa tan iyagoo soo safray bay yimaadeen gaalada qabatay waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay dhaheen madiina aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maya maxamed baa ku socotaan ciidanka halkan jooga war ciidan kuma soconaa anagu madiinaan ku soconaa waxay dhaheen balla noo qaada haddaanu idin sii daynay inaydan ciidanka ku biiraynin heshiiskaana la gala heshiiskii bay galeen ciidankaa ku biirimayna anagu madiina ayaanu qabanaynaa heshiiskaasaa lagu soo daayay dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan waa muslimiin gaala layshayaa waxay dhahaan ilaahay rasuulkii siiyo dee nimankii waa naqabteen heshiis baananu la galnay heshiiskiina saasuu sheegayaa maxaanu samaynaa wuxuu nebigu ku yidhi xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay nafii lahum cahdahum ballankoodaan u oofinayaa ilaahayna wau tala saaranayaa iska taga buu yidhi labadiin saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodaan ugu fulinayaa buu yidhi ma nebi maxamed baa ballanka buriya layga maqli maaye madiinadiina iska qabta baa la yidhi ilaahayna wau tala saaranaya haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi maxamed ilaaliya calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaa halista ah heshiis uu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mid uu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mawaaqif dagaal oo adag oo uu rag u baahan yahay haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa contract baa mushtare iyo haweenay la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay laa diina lah diintu waa dhaqan iyo akhlaaq dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi liman laa cahda lahu inuu nebi maxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn qofka aan heshiis fulin qofka aan qofka muslimkii markaa ama mid wacdiya ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan ama mid uu saxeexay ha noqdo ama mid uu afka ka galay ha noqdo war heshiis haddaad ballan haddaad gasho oofi ballanka oofintiisu bay culimmadu yidhaahdaan qadaaya alakhlaaqta ugu badan leh waa iskaga mid inaad gaal la gashay iyo inaad muslim la gashay
iyayna munaafiq la gashay waa iskaga mid. Waa gaalo oo waynu iska khiyaamaynaynaa, war muslimku waxma khiyaamayo. Qadrigana kuma dhaco, qadrigu waa ballan furow. Taa dadka waxaa la gashay inaad xagga kale ka weydaarato, bal axaadiistu waa kuwa tilmaamaya aakhiro, kaas isagoo liwaa sita. Culamadu waxay dhahaa dabadaa loo sudhaa. Liwaagu dee waa calaamad, bandiirad, isagoo dabada ku sito imanaya. Ay ugu qoran tahay liwaaulqadr, waa kii ballan furowga lahaa, kii dadka khiyaameeyey. Aakhiro oo khalqigii ilaah oo dhammi taagan yihiin baad imanaysa adigoo xagga dambe ku wata calaamad bandiiradi kaa taagan tahay, sheegaysa inaad tahay qofkii ballanka buriyey. Haddaba qur-aanka in badan baa ku aragtayna aladiina yanquduuna cahd allah, awfuu bicahdi illah. In badan baa ku aragtay aladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal. In badan baa ku aragtay iyadoo ilaahay tilmaamayo waid akhadnaa miithaaqakum aw miithaaqahu. In badan baa ku waxaas oo dhammi waa ballamo. ilaahay ballankaad la gashay fuli kow, waxyaad rabbi ballan la gashay kad laa ilaaha ila allah tidhi waxa weeyaan ilaahu keligaa baan ku caabudaya, ballankaasaan galay. muxamedun rasuulullah markaa tidhi waxa weeyaan dariiqii nabi maxamed baan kugu caabudaya, jid kala jeexan maayo, fuli ballanka. wixii aad ballan muslimka la gashay fuli, mid guur ha noqdo, mid baac mushtar ha noqdo, mid madaxnimo ha noqdo, mid ku doonaya ha noqdo, waxaad ballan gasho fuli. waana diin. maadaama waqtigu kooban yahay, waxaan baan rabuun in la fahmo mawduuca ah ballanku, inaanu gaal iyo muslim kala lahaynee haddaad ballan gashay inaad fuliso, iyo inuu diinta ka mid yahay, iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa uu u weyneeyey inuu khudbad kasta u akhrinaya inta badan uu akhriyi jiray, sida xadiidkaasi tilmaamayo. qur-aankana aayaadka haddaan sinaana ururiya waa bilmi'a waa ka badan yihiin. almiithaaqu waalcahdu waalwacdu iyo waalcaqdu, wixii ku saabsan ee qur-aanka ku soo aroray waa aayaad aada u tiro badan leh. waa waxaa lagu kala soocayo gaal iyo muslim iyo munaafiq. xadiidkii sheekhu akhrinay waa maqlayseen, saddex qofkii laga helay inuu munaafiq yahay, calaamaat almunaafiqiin inay tahay, ama afar qofkii laga helaa inuu yahay munaafiq khaalis ah, waxaa ka mid ahaa cahdiga in la fuliyo. duu qofku ballanka iyo cahdiga buriyo inaanu ahayn islaamnimadii sax ahaa ee xagga nifaaq camaliga inuu sii socdo. idan nafyu liimaan meesha yaallaa, culammadu waxay yidhahdaan ama nafyu diinkani waa nafyu lkamaal bay culammadu u badan yihiin ama ay ku tilmaamaan. laakiin dee hadduu noqdo inaad laa ilaaha illa allah buriso, wuxuu noqonayaa nafyu liimaankii rasmiga ahaa. hadduu noqdo cahdigaad ilaahay la lahayd inaad buriso ama nebi maxamed la lahayd si dhaba inaad u buriso, meel khatar u gaadhaya. idan cuhuuddu meel sare oo nafyu liimaanka gaadhi kartana way yeelan kartaa, iyo diin bayn laga anfiyo meelo ka hooseeyana way leedahay. laakiin naqdigu marnaba islaamnimo kuma qumana. waxaan ku soo koobayaa markaa, ilaahay intaad ka cabsato iska hubi waxaad gelayso. wixii aad ballan gelayso ama cahdi gelayso, mid shaqo ha ahaado, mid guur ha ahaado, mid dowladnimo ha ahaado, mid madaxad la gelaysa ha ahaado, mid aad gaal la gelaysa ha ahaado, wuxuu doonaba noqdo iska hubi. haddaad se gasho oo saxeexdo, ha burinin cahdiga, ha burinin. haddaad iqaalo talabto isagu kaa qalleeyo, waa meel haddii kale mulzim baad ku tahay. beeci maxaa la tilmaamaya, waxaa la ammaanaya qofka muslimka ee dadka ka qalleeya. laakiin hadduu kontraagu dhaco waad ku jirtaa, sina ma burin kartid. marka ilaahay aan ka cabsanno, diinteenna ilaashanno. sala allahuma calaa muxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.